السلام عليكم، واش اخوتي كيف نتوما؟ مزيانين هانين، نتمنى تكونوا كاملين بخير. ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي بلاصه جديده. واليوم ان شاء الله نصوركم الجنان ديال ايت يحيى. هانتوما اخوتي كيف ما كتشوفو معانا هاد المناظر جميلة جدا جدا. حتى اي واحد باغي يجي هاد المنطقة هادي، صراحة منطقة زوينة بزاف بزاف. مرحبا بكم دابا اخوتي، غندخلو للجنان نضربو شي دورة ايوا ونساريوكم شي شوية معانا. ايوا بقاو معانا باش تشوفو. اللوز اخوتي كيفما كتشوفو معانا، الجزرة ديال اللوز الوقيتة ديالو هادي مع خونا سفيان. هاد الوقيتة هادي كيكون الورد بزاف بزاف، وفي اواخر هاد الشهر هذا غيكون الموسم ديال الورد، وبالضبط في نهار 25 احنا غنعملو لهم الاشهار. ايوا مرحبا باي واحد باغي يجي لهنايا يشوف الاجواء كيفاش كتكون. والورد اخوتي كما كتشوفوا معنا، غنحيدوا شي وحيده. وانتم اخوتي الورده حيدناها. انتم اخوتي واحد المنظر هنا زوين بزاف بزاف. انتم اخوتي كيف ما كتشوفوا معنا في الطبيعه هذه الجميله الخلابه. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش تبارطاجيو مع اخوتكم وتابوناو فلاشين باش يوصلكم ديما الجديد. السلام عليكم.